مرض السمنة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير على مستوى العالم، وبيزيد عدد المصابين بيها سنوياً بأعداد كبيرة جداً، وللأسف بينتج عن الإصابة بيها أضرار كتير جداً لا حصر لها، ومن ضمنها طبعاً تأثيرها على المخ والأعصاب. النهاردة في فقرتنا هنتكلم أكتر عن إيه أضرار السمنة على صحة المخ والأعصاب، وإيه الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن. كل ده وأكتر مع ضيفتي المشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور إيمان المراكبي، أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور، مشرفاني ومنوراني النهاردة. أهلا وسهلا يا حبيبتي، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله يا دكتور، مبروك تسلمي. على نجاح البرنامج بجد، تسلمي. أنت عاملة شغل جامد جدا يعني، يا رب يسعدك. وأنا بتفرج عليكي على طول حبيبتي، ده شرف ليا وجود حضرتك معايا طبعا. الله يخليك. وانا التقيت بحضرتك قبل كده وسعيده بوجودك معايا النهارده، عشان بجد يعني لبيتي دعوه اصدقائنا والاسئله اللي معانا، عشان يعني عايزين يستفسروا عن حاجات. وعلى فكره القصه اللي حضرتك هتبحثيها النهارده في كلامنا هي تايهه عن ناس كتير جدا. طبعا يعني تايهه عن ناس كتير جدا، عمرنا ما فكرنا ان فكره السمنه ليها علاقه بالمخ والاعصاب. بالظبط. فحضرتك بقى كلمينا في البدايه، يعني ازاي علاقتها ايه بيها؟ يعني عرفينا كده بطريقه بسيطه عشان اصدقائنا. حلو قوي. هو اول حاجه السمنه طبعا معروف ان احنا بيحصل خلل، بدل ما انا البروتين بتاعي في الجسم او الماسلز او العضلات نسبتها للدهون، نسبتها طبعا يعني للعظم، للكلام ده كلها بيحصل خلل. ايه اللي بيزيد؟ اللي بيزيد الدهون. تمام. فاذا احنا واحنا بنتكلم عن السمنه لازم نبقى عارفين كويس قوي ان هي زياده وزن وكمان زياده دهون. دهون. تمام. لازم نركز على دي. لان ممكن واحد يبقى زياده عضلات مثلا لكن وزنه كويس. أيوة. ده مش هعتبره سمنه. تمام. فاذا انا بركز على حاجتين، الوزن التوتال وبركز على الايه الجزئيه بتاعه الدهون. كويس. وده بيتعرف دلوقتي من خلال اجهزه يا دكتور، كل ده متاح طبعا. جهاز اسمه ان بادي، والان بادي ده موجود في كل حته، في الصيدليات. تمام. وموجود في كل كويس. الاماكن دلوقتي. كويس. نقدر ان احنا نعرفه ونعرف اذا كان عندي خلل في توزيعه البروتين اللي هي المصل العضلات والدهون والكلام ده كله. هاي. لغايه العظم بيديني برضو نسبه العظم قد ايه وكتله العظم والكلام ده كله. هاي. فدي اول حاجه. تمام. تاني حاجه وجدوا في الابحاث كلها ان في علاقه عكسيه بين السمنه. يعني كل ما زاد الوزن بتاعي والدهون في جسمي وكتله المخ نفسه. ياه. ازاي؟ في حاجه اسمها الماده الرماديه. الماده الرماديه دي اللي هي فيها كل خلايا المخ اللي هي مسؤوله عن كل الوظائف الحيويه، التركيز، الانتباه، الذاكره، الوظائف الحيويه بتاعت المخ كلها. كويس. فتخيلي دي الخليه نفسها بتاعت المخ. بيحصل فيها ايه؟ بتبتدي تموت بدري. ويحصل ضمور في المخ، فيبتدي كتله المخ نفسه تقل. يبقى انا معنى كده ده انا كده في مشكله طبعا. يعني انا ازيد سمنه يقل المخ عندي، فطبعا دي مشكله قاتله. يبقى بيحصل ايه؟ بيحصل خرف. ممكن يبتدي خرف، ممكن يبتدي حاجه زي الالزهايمر. تلاقي الشباب مثلا لو هو زياده في الوزن تبص تلاقي تركيزه مش كويس، دايما مش مركز، بيجيب درجات وحشه. بينسى بسرعه حاجات كده. فعلا بنسمع كده. بالظبط بالظبط. تاني حاجه عندنا مش بس حكايه الخرف او حكايه المخ ان هو تقل الماده الرماديه، لا ده ممكن تحصل مشاكل مناعيه. ليه؟ لان السمنه مرتبطه والدهون عموما مرتبطه بخلل المناعه. سبحان الله، هي حاجه مش لازماكي، فحاجه زيادة جسمك عني. زياده. فتبتدي تحصل سموم. تبتدي تحصل مشاكل جامده جدا في الجسم. نتيجه ان البيئه نفسها بتاعه الخلايا بقت مش كويسه. تمام. طب ايه المرض الشهير قوي كمخ واعصاب اللي انا احب اتكلم عنه واللي انا كمان متخصصه فيه بزياده؟ اللي هو التصلب المتعدد. ده مرض برضو بيصيب الشباب، فعشان كده بنبه عليه دايما، لان احنا الشباب دول هم دول الحاجه اللي احنا يعني المستقبل. طبعا. هم دول احنا في قناه رياضيه كمان. أكيد. فبنتكلم دايما على الشباب، على الرياضيين، دول يهمونا جدا. طيب فاحنا بنتكلم في ايه بقى؟ مرض بيجي من 20 ل 35 سنه، بيجي اكتر في السيدات، في البنات. عن الولاد بنسبه 2.5 لواحد، يعني 2.5 او 3 الى 1. من الرجال. من الرجال. فهمت. فالبنات هم اللي متصابين في اكتر، يعني دي من الامراض القليل على فكره الرجاله. سبحان الله. هيبقوا فرحانين فينا تقريبا. عشان دايما بنقول ايه جلطات المخ الرجاله اكتر، مش عارف ايه الرجاله اكتر. لا احنا هنا الام اس او التصلب المتعدد الستات اكتر. فطبعا ايه اللي بيحصل بقى؟ الخلل المناعي مش بيضرب لي بقى الماده البيضاء، الماده الرماديه اكتر، لا بيضرب الماده البيضاء اكتر.
ايه الماده البيضاء اللي هي الاسلاك بتاعه الخليه. انا دلوقتي الخليه ليها راس كده اللي هي الماده الرماديه اللي بتبقى موجوده فيها، وبعد كده السلك ده اللي هو اللي بيوصل التوصيلات والتشعيبات بتاعه المخ. هايل. السلك ده بيبقى عليه ماده اسمها مايلين، بتبقى لفه حوالين السلك اللي هو العصب، يعني أيوة. العصب بتاع الخليه بتاعه المخ يبتدي يفتتها نتيجه الاجسام المناعيه اللي الجسم بيكونها ضد نفسه. يعني شوفي احد عوامل الام اس، طبعا ده احد العوامل، هو عوامل كتيره مش بس السمنه، لكن اللي عنده استعداد وراثي وعنده سمنه ممكن جدا يجي له ام اس، فننتبه وخصوصا انه بيجي في الشباب. ايوه دي نقطه مهمه جدا. والحمد لله الدوله دلوقتي عامله علاج على نفقه الدوله وكده، البلد يمكن الوحيده اللي فيها القصه دي، يعني تسافري بره مؤتمرات في اوروبا ما عندهمش قصه ان حاجه اسمها نفقه الدوله تشيل علاج مريض كده من بابه عشان الادويه غاليه. دي حاجه كويسه قوي، فدي حاجه تحسب والله لدولتنا العظيمه طبعا اكيد، وفي برنامج مهارات عظيمه كمان ربنا يخليك. فلازم نذكر كل الايجابيات الحلوه اللي احنا بنشوفها واللي الناس مش عارفاها، احنا بنهايلايت عليها بنعمل عليها. طب يا دكتور دلوقتي يعني احنا معظمنا بيبقى خايف ياخد اي حاجه لانه هو مش عاوز ياخد ادويه، لان في ادويه زي ما حضرتك عارفه بتاثر على المخ او بتلعب على المخ. فاحنا مش عاوزين نلجا للحاجات دي. احنا في ناس يعني عايزه تلجا لحاجات طبيعيه وتبقى امان بالنسبه لها وراحه نفسيه، حاجه مضمونه، حاجه مرخصه، حاجه انا عارفه ان هروح الاقيها في الصيدليه، حاجه كل الناس تسمع عنها. بالظبط. في الحاله دي بقى تفضلي ايه او تنصحينا بايه؟ تمام. اول حاجه انا لو حبيت اعمل رجيم خلاص، انا قررت النهارده ان انا هعمل رجيم، تمام، يبقى اول حاجه هعملها ان انا هبتدي ازود الخضروات في اكلي كويس، ابتدي ازود الفواكه اللي هي مسموحه مع الرجيم. مش كل الفواكه مسموحه على فكره، أكيد. في حاجات مش مسموحه خالص زي العنب وكده، الحاجات اللي فيها جلوكوز والسكر عالي وكده. ازود البروتين، يعني ازود الفراخ المشويه، ودايما انا بلاحظ حضرتك بتعملي دايما حلقاتك بتراعي قوي الحته دي، بتقولي الحته دي فيها دايت، الحته دي بركز فيها، فناخد بالنا ان احنا مثلا نزود ايه الدهون، نقلل الدهون ونقلل النشويات ونزود البروتين عشان اعرفي عضلات. تمام. وازود قلنا الخضروات، واشرب ميه كتير، واتمشى، واروح جيم، امارس رياضه، بلاش اقعد على طول. أيوة. اللي متخن ولادنا واللي متخن الشباب واللي متخن كل الناس وخليهم دخلوا في سمنه، القعده قدام التلفزيون والفشار والموبايلات والحاجات اللي هي البطاطس المحمره والبتاع، ايوه والموبايلات وكده، يسرحوا مع فيلم، يخش فيلم يخلص فيلم وهكذا. صحيح. تلاقي نفسك خلاص ده كده انتهى. صح. طيب تاني حاجه، انا عملت كل ده وما نفعش. طبعا اول حاجه بشوف تحاليل معينه زي فيتامين د، الغده الدرقيه، الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان لو فيها خلل بتعمل لي مشاكل برضو وممكن تسبب سمنه. هايل. طيب ايه بعد كده؟ عملنا كل ده وما نفعش، لا نلجا بقى لحاجات منتجات تكون طبيعيه. أيوة. مكونه من الياف. أيوة. بحيث ان انا ما بقاش خايفه على نفسي وانا باخدها. أيوة. لا تعمل لي حاجه في المخ ولا تعمل لي ضرر في حاجه في جسمي. صح. لا في الكلى ولا في الكبد ولا اي حاجه. صحيح. واشتغل عليها وما بقاش خايفه، ان شاء الله لو مشيت عليها سنين مفيش مش اي ضرر، بس المهم ان انا متامنه. بالظبط. وده زي ايه بقى؟ زي حاجه اسمها البيستا. بيستا بي اي اس تي اي، فبيستا يعني هي جايه من بيست وعليها دلع في الاخر بيستا، يعني عشان نحفظ الاسم. تمام. البيستا دوت منتج طبيعي مكون من ثلاث الياف رئيسيه اللي هم السيليوم ورده القمح والشوفان. صوروا معايا زي ما حضرتك شايفاه على الشاشه. أيوة. فهو الثلاث الياف دول دي الياف طبيعيه تماما. تمام. وظيفتها ان هي بتنظم الهضم وتسهل عمليه الهضم بحيث ان ما يبقاش فيه امساك، ما يعملش مشاكل. بالظبط. أيوة. كده ما يبقاش فيه سموم مخزونه في جسمي، في جسمي. كل ما كانت عندي سموم في جسمي كل ما حصلت مشكله. تمام. وما قدرتش اخس يعني. طيب تمام، يبقى الثلاث الياف دول طبيعيه، الياف غذائيه طبيعيه، اهم حاجه فيها ان هي بتنظم الهضم وبتنظم لي عمليه الهضم والشهيه. طب ازاي الشهيه كمان؟ عن طريق انها بتملى في البطن وتنفش فتعمل لي احساس بالشبع كويس، وهي طبيعيه، هي غذاء، هي اصلا غذاء. اما هي هي مفيده. أيوة. اذا هي مفيده اصلا. وعليها كمان حاجات بقى، مش بس الالياف دول، لا ده عليها كمان، انا شايفه كمان فيتامين سي وشايفه حاجات تانية. لا ده عليها حاجات كتيره قوي. الاهم حاجات بقى عليها اضافه اللي هي الكروميوم. ايوه. الكروميوم دوت طبعا مركب مهم جدا.
بنسبه 500 ملي جرام موجود في المركب ده. ده بيعمل ايه؟ ده بيحرق النشويات. هايل. فانا دلوقتي تلاقي دايما الستات تقول لك ايه، معلش يا دكتور اصل انا الحرق عندي قليل. ليه؟ اصل انا السن، اصل انا انقطعت الطمس، اصل انا مش عارف ايه الحاجات اللي فيها مشاكل في الحرق. طبعا ده بيساعدها جدا. طب الشباب اللي ما بيتحركوش وما بيعملوش رياضه عندهم اصابه، افرضي واحد رياضي وعنده اصابه، ايوه صحيح، ياخد البسته طبعا، لان هو هيساعده في الحفاظ على وزنه، بحيث لما يرجع يلعب ما يبقاش ان هو ايه تخن وزاد، وممكن ده مستقبله كله ممكن يحصل له مشكله. اكيد. ده الكروميوم بيزود الحرق، بيحرق النشويات، بيخلي تستخدم في الطاقه، ان النشويات لما تتحرق تستخدم في الطاقه، ويحرق كمان الدهون. هايل. يبقى كده انا الكروميوم ده اول واحد. بعد كده فيتامين سي، ده 30 ملي جرام. طبعا ده مهم جدا طبعًا، لانه بيعزز برضو المناعه. ده احنا اصلا في العادي ما بناخدوش. بالظبط. بالظبط. فاحنا مهم جدا فيتامين سي بالنسبه للموجوده دي، ممتازه. بتعمل ايه؟ دي بتعمل تفتيت للدهون. كويس. بتساعد في تفتيت الدهون. يبقى اذا فيتامين سي مش محطوط كده يعني ان هو حاجه فيتامين والسلام، لا، كل حاجه محطوطه بنسب معروفه ليه وليها هدف. طب مين المصرح له باستخدامه يا دكتور؟ يعني في هل هو مثلا ما ينفعش الناس مثلا امراض اصحاب الاعراض المزمنه هل يستخدموه امن طبعًا بالنسبه لهم؟ طبعا ده هم بتوع امراض طبعا ده هم دول اللي ما بيعرفوش لا يروحوا جيم ولا يلعبوا ولا يمارسوا رياضه بانتظام، فعندهم مشكله كبيره في الحرق. تمام. فطبعا دول مهمين جدا، وفي نفس الوقت ما فيش خطوره لا على السكر ولا على الضغط ولا على القلب ولا على الكبد ولا على الكلى. ماده الياف طبيعيه ما فيش اي خطوره منها. هايل. فاذا هي امنه تماما في حالات حتى الامراض المزمنه اللي احنا قلناها دي كلها. كويس. وغير كده زي ما قلنا الاطفال، حتى الاطفال من سن 13 سنه مسموح. كويس جدا. يبقى من سن 13 سنه ممكن ان ادي الطفل برضه. طب ناخده ازاي يا دكتور؟ قول لنا كده طريقه. يتاخد ازاي؟ الكيس طبعا هو كيس زي ما احنا شايفينه على الشاشه. الاخضر الجميل دوت، وبنحطه على كوباية مية أو عصير أو لبن طبعا أو حليب منزوع الدسم. ومن غير سكر. هو لا طبعا، أنا شايفاه بطعم بطعم التفاح ده يا دكتور. بطعم التفاح الأخضر. عشان كده هي محطوطة اللون الأخضر ده علشان الناس تبقى فاكرة أن هو دايما الفليفر بتاعه تفاح، يعني النكهة بتاعته نكهة التفاح الأخضر. يبقى بنحطه على الثلاث حاجات دول. وما ننساش أن الحليب أو اللبن يكون منزوع الدسم، عشان ما جيش أنا أحط حاجة كامل الدسم مع البيستا فطبعا يعمل لي مشكله، لان انا برضو بحاول جنب البيستا ان انا اراعي شويه الحاجات بتاعه الدايت. صحيح هقدر اكل اللي انا نفسي فيه بس بكميات قليله. ودي ميزه، لان معظم الدايت طبعا بيبقى فيه حرمان تام من لا احنا مش بنقول فيه حرمان، احنا بنقول ناكل بس مقنن، يعني هتبقى بس بكميات قليله. وطب واحنا هل طب ما انا هتقولي لي الله، طب ما احنا ما كانش حد غلب، طب ما كل واحد فينا نفسه ياكل كميات قليله. لا، البيستا هيجبرك. ليه؟ بينفش في البطن، فانت اوريدي معدتك مليانه. طب دكتور دلوقتي تاكلي من حاجه وتشبعي وخلاص. حلو. يبقى بيكنترول الشبع، يبقى بيتسيطر على الشبع. حلو قوي. طب لو احنا برضو عايزين نعرف، يعني مثلا في حالات تقول لك ايه، انا هل يعني الكيس واحد هياخده بس قبل الاكل، ولا ممكن ياخده اكتر من مره؟ برافو عليكي، ده سؤال مهم قوي. احنا بناخد عشان في حالات ما بتقدرش تحجم نفسها مثلا. بالظبط. هو بيتاخد الصح ان هو قبل الوجبتين الرئيسيتين. تمام. قبل الوجبتين الرئيسيتين يوميا. كويس. خلاص. كويس. وزي ما قلنا مفيش منه مخاطر، مفيش منه اي حاجه. هي. وطبعا فايده ان احنا معانا فيتامينز وحاجات بتعزز المناعه والكلام ده جوه المنتج نفسه، تخليني مطمنه ان انا ما يحصليش مشاكل زي سقوط الشعر، زي الوهن، وان انت تحسي انك انت ضعيفه، ان انت تعبانه، ان انت شاحبه، ان الوش شاحب. قبل ما نتكلم بقى في الجزئيه دي دكتور اسمحيلي نقول ايه، ان في ناس كتير بيدور في ذهنهم دلوقتي يقول لك ايه، طب ترى انا هخس كام كيلو، يعني هيخسسني كام كيلو ده في الشهر؟ هايل. احنا طبعا في حضرتك هتجاوبينا، واحنا كمان معانا تقرير حاله حقيقيه جربت، واحنا عايزين نشوفها مع حضرتك وبعدين تكلمينا عنها. اوكي. فاسمح لنا نشوف التقرير مع بعض. تمام. ونشوف كده مين يعني جربوا يقول لنا عن تجربته. حاجه كويسه عشان وفي فروق بين الناس وبعضها هنعرفها. صح صح. عشان الناس تشوف بنفسها وتصدق ان ده. احنا معانا سميره نتيجة. تقريبا هي بالزبط. اللي هتعرض، اميره هتعرض لنا الحاله بتاعتها. شوف احنا جربت بيستو عمل ايه مع اميره. هنشوف دلوقتي مع بعض ونشارك حضراتكم في التقرير حالا، وبعدين دكتور هتتابع معانا. يلا بينا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل، من السمنة المفرطة،
وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. احنا يعني شفنا برضو حد رياضي هو من السيدات، ودي برضو على فكره يعني نموذج مشرف ان هي على طول وعت لنفسها وعلى طول والله لحقت نفسها. لحقت نفسها باين الفرق في الصور ما شاء الله. يعني الصوره الاولانيه الوزن فعلا كان رغم سبحان الله لما شفت الصوره تخيلي ما حسيتش ان الوزن الرهيب اللي هي قالته، بس بصيت بقى في المنطقه دي لقيت ان فعلا ما هي دي بقى في منطقه البطن وال قبل ما بيبان على الانسان ان هو زاد بتلاقي حتت معينه زي البطن الدهون اللي جوه البطن نفسها اللي هي حوالين الاحشاء دي بتخزن دهون يعني. انا ممكن يبقى مش باين عليا بس عماله ازيد على الميزان. ليه؟ لان الدهون عماله تتراكم في كل حته في الاعضاء عندي. يعني حتى عندنا حاجه اسمها دهون بتيجي على الكبد. صحيح. مش عارفه تروح فين، تبتدي تلزق في كل الاعضاء بقى حوالين الامعاء جوه الاحشاء، يعني حوالين الاحشاء. فجوه البطن ممكن تبقى عند الواحده او عند الواحد دهون كتيره وهو مش شايف، مش فيقول لك انا شكلي، لكن روح اعمل سونار وانت تعرف ان انت عندك مشكله. طب نحصل على بيستا بقى، هو موجود في الصيدليات دلوقتي يا دكتور، كلنا نقدر ندخل طبعًا اي صيدليه نطلب صح؟ موجود في كل حته وفي برضو كول سنتر. أيوة. ممكن الناس تتصل بيهم وبيقولوا لهم بالظبط، يعني لو مش متوفر في صيدليه معينه او حاجه ممكن بيعملوا لهم توصيل كمان. هايل. تمام. عشان تبقى سهله على الناس حتى اللي مش قادر يتحرك. الناس اللي عامله عمليات، في ناس عامله عمليات في ركبها. تمام. يقول لك انا عملت عمليه في ركبي قعدت 6 شهور في البيت زدت مثلا 25 كيلو. فالناس دي هي لازم تاخد حاجه زي كده تساعد في الحرق وتساعد ان هو ينزل في الوزن بطريقه امنه. طب توقفت مع حضرتك في جزئيه ان بعد ما الواحد بينزل ساعات بيبان فعلا شحوب في الوجه بالزبط. شعر ساعات بيتساقط، ضوافر بتتقصف، ساعات يحس انه مش في المود كده ويبان شويه هالات سودة، ساعات التركيز يقل، الطاقه حاجات كده بتحصل غصب عن الواحد ما بيبقاش حاسس ليه، يعني يجيله هبوط، يحصل له شويه اب اند داون كده، رجيم غلط او مش واخد معززات كويسه. طب حضرتك بقى تقول لنا ننصح بقى الناس دي نقول لهم ايه او يعملوا ايه بقى؟ ننصح الناس دي اولا احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا ناخد البيستا ما عندناش اي مشكله فيه. ايوه. احنا بقى في منتج تاني اسمه ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت. ده ميزته ايه بقى؟ طبعا ده بيتاخد كفيتامين عادي. انا جربته بيستا على فكره، هو هايل. وانا كمان انا جربته بصراحه، هايل هايل. كنت في حاله صعبه شويتين على ثلاثة. فكره انا جايبه البيستا وجايبه الالب مالتي فيت يعني بس لقيته لا بصراحه كويس جدا يعني. انا يعني رغم ان انا كنت باخد مالتي فيتامين معروف ومستورد بس اكتشفت ان ده اداني النسب اللي فيه مختلفه خالص عن اي منتج تاني. فعلا دي حقيقة. يعني اعلى نسبه زنك موجوده فعلا فيه. دي مهمه جدا، وطبعا على فكره الناس مهمه والناس تقدر تشوف كمان. طبعا بكون مكتوب على العلبه لو حضرتك بصيتي كل المكونات. أيوة. مكتوب على العلبه بتركيزها وكل حاجه يعني. فالواحد ممكن يبص فيها. طبعا انا بالنسبه لي المرضى بتوعي علشان احنا عندنا في المخ والاعصاب بنحتاج فيتامينات في امراض كتير زي مثلا التصلب المتعدد. لان بيبقى فيه برضو خمول وهمدان والكلام. أيوة. ده فبرضو منتج ممتاز لان هو فيه كل الفيتامينز اللي جسمك مطلوب ليها طول اليوم. هي. وبصفه دوريه ويوميه. كويس. ومفيش حاجه تخوفك من حدوث اي اعراض جانبيه او مضاعفات يعني اصحاب الامراض المزمنه ممكن يا دكتور. طبعا لان تمام. هو اي زياده بتحصل منه في الجسم بتنزل طبيعي في البول. كويس. فهو اوتوماتيك بيظبط نفسه في الجسم، ما بيوصلش منه نسب عاليه تاذي المريض. طب حضرتك كلمينا بقى عن الفيتامينز اللي موجوده فيه. بالظبط. هو الموجود فيه طبعا عندنا اكتر حاجه مشهوره الفيتامين بي كومبلكس. اوكي. الحقيقه فيه تقريبا عائله فيتامين بي كومبلكس كلها اللي هي 1 و2 و3 ويعني كلهم تقريبا و5 و6 و7 ويعني و12. فهو الحقيقه فيه زي ما حضرتك شايفه بي 1 و2 و3 و5 و6 و12. تمام.
الزنك والفيتامين سي والفيتامين اي. طبعا الزنك للشعر تحفه هي. ومع النحاس كمان يعني لازم يشتغلوا مع بعض. طبعا برافو عليكي انت معلوماتك قويه على فكره. الزنك بيساعد جدا، النحاس بيساعد جدا الزنك في الشغل بتاعه على موضوع الشعر برضو. الفيتامين سي والفيتامين اي دول مضادات اكسده، ده مضادات الاكسده بنحتاجها للوقايه من السرطانات. مهم طبعا لان انا بيبقى عندي حاجات معينه، مركبات معينه في الجسم بتعمل كانسر. ايوه مضادات الاكسده دي بتضربها وتموتها. كويس قوي. فاذا دي من الحاجات المهمه. فيتامين بي بقى اللي هو شغلي انا كاستاذ مخ واعصاب، طبعا بنحتاجه في كل حالات التهاب الاعصاب الطرفيه، في حالات السكر. لازم المريض حتى لو ما جالوش التهاب اعصاب طرفيه ما ينتظرش، لازم يدعم. طبعا يدعم لان هتجيله هتجيله. هي التهاب الاعصاب الطرفيه بيجي في 10 سنين من بدايه تشخيص المريض او من بدايه شكوته بالسكر، فكده كده 10 سنين هيجي هيجي. يعني دي حاجه مش مثلا واحد هيجي لواحد، لا هو خلاص يعني نسبه كبيره جدا جدا. ايوه الا بقى لو هو ماشي بقى على ريجيم وبيروح جيم وعامل يعني واخد باله قوي وياخد معززات من بدري، فاذا كده كده ده محتاج الالب مالتي فيت اللي هم عندهم التهاب اعصاب طرفيه، لان نسبه الفيتامين بي عاليه جدا زي ما حضرتك شفتي. شفت طبعا، ودي حاجه هايله، العائله كلها موجوده. فانا ايه اللي يخليني اروح يعني ايام الكورونا مثلا؟ ايوه اللي يخليني اروح اخد منتج سين كله عباره عن فيتامين بي بس، ومنتج تاني زنك بس، ومنتج تاني كام قرص بقى في اليوم انا وبنسى، واكيد حاجه هتقع مني برضو غصب عننا. لا مين هيقدر يشتري العلبه من كل منتج من دول؟ غاليه جدا. صح. انا في الكورونا يعني ربنا يعافينا جميعا. ليه فيتامين سي كناش بنلاقيه خالص يا دكتور؟ فاكره حضرتك احنا كناش بنلاقي فيتامين سي ما كانش متوفر خالص، وفيتامين سي برضو موجود في الالب مالتي، ونسبته حلوه 500 وموجود هنا وموجود كمان في البيستا على فكره. يعني لو حضرتك شفنا هنا وهنا شوف ده ممتاز، بس نسبته اعلى في الالب مالتي فيت على اساس ان ده فيتامين مالتي معزز. فيتامين معزز صح. داعم بقى للطاقه وللمناعه وللمضاد اكسده، يعني بصراحه فوائده كتيره جدا. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي هي فيتامين بي دوت بقى بيدعم الطاقه. كويس. فاحنا محتاجينه ومحتاجينه. ده اللي بيديكي طاقه، ده اللي بيديكي يعني ان انت تحسي بنشاط، بحيويه، بتركيز، مطلوب لكل اعصاب جسمنا سواء الاعصاب الطرفيه، النخاع الشوكي، المخ نفسه. فاذا الفيتامين ب ده اكل الخليه. يعني ده اكل الخليه، انا دايما اقول للمرضى ده الغذاء بتاع الخليه. فافرضي انا دلوقتي مسافر مثلا في مكان، مش قادر ان انا اواظب على اكل كويس. مفيش، محدش فينا بيعمل كده يا دكتور. لازم اخد، لو خدت هي قرص واحد الصبح كل يوم بعد الاكل اداني الحاجات اللي ناقصاني بقى. بالظبط. اكيد مش همشي على ده طول الوقت، اكيد مش هنقدر يعني. بالظبط. ولو اخدناه مع البيستا واحنا بنعمل ريجيم، انا كده تفاديت بقى قصه تساقط الشعر، العظم ما يوجعنيش عظمي، ما احسش بقى باعراض مثلا نقص بقى فيتامين دي ونقص الكالسيوم والحاجات دي كلها. لا، وانا بخس ابقى بخس وانا مطمنه، واخده كمان سبلمنت اللي هو الالب مالتي فيت، معزز لكل الحاجات اللي قلناها، للمناعه، للطاقه، مديني طاقه. فعشان كده ما بقاش خمول، ما بقاش في ما بقاش في زي ما نقول هذيان. يبقى ساعات الواحد خلاص مش قادر. لدرجه انا جالي مرضى قبل كده باغماءات وهم بيعملوا رجيم وحجزتهم في مستشفيات. يعني شوفي قد ايه، لان طبعا البنت اتشخصت غلط. هي بتعمل رجيم غلط، مش بتاخد اي حاجه بتعزز الفيتامينز عندها. البنت فقدت الوعي، اهلها جابوها لي على انها عندها صرع. الله، قالوا بتفقد الوعي. وقعدنا نلف بقى هي بتفقد الوعي نتيجه صرع ولا نتيجه حاجه في القلب، وعملنا في الاخر طلع تخيلي ماشيه غلط. وانا باخد التاريخ المرضي قبل ما امشي في القصص دي كلها واتفسح، لان انا الموضوع ده انا عارفاه، انا بعتبره فسحه يعني. فبقول لهم قبل ما نتفسح بقى في صرع والكلام ده، هي بتعمل رجيم؟ انا بسال السؤال ده اوتوماتيك. مهم. لان كل البنات دلوقتي تقول لك انا عايزه اعمل رجيم وتمشي مع نفسها. كويس. تقول في دكتور على النت ومشيت على النت ده، ايش عرفك ان ده دكتور؟ صح. بالظبط. فهي دي الايه المشكله كلها. طب دكتور احنا خلاص قلنا ان احنا العلبه من الف مالتي فيت عشان انا بقى عارفاها وحضرتك عارفاها، هما ثلاث شرايط ودول يكفوا شهر. بالظبط. دلوقتي العرض في الشركه حضرتك اكديه بس علينا بالارقام تاني مره ثانيه عشان اصدقائنا، عشان تمام. قبل ما نختم بصي بقى، العرض دلوقتي ان في البيستا بيتاخد طبعا العلبه فيها 10 الثلاث شرايط، لا ده البيستا، البيستا فيها 10 ساشتس اللي هي اكياس. يعني معنى كده احنا بنحتاج لو هناخد في اليوم مرتين يبقى بنحتاج 60 كيس. كويس. تمام. وبالنسبه للالب مالتي فيت بنحتاج العلبه واحده. تمام. طيب.
يبقى انا كده باخد الاثنين دول. في نازل دلوقتي من الشركه يعني عرض. عاملين بجد عرض ممتاز ان الاثنين دول يتاخدوا مع بعض طبعا بسعر اقل من لو اشتريتي ده لوحده وده لوحده. بشكرك يا دكتور والله بجد كتر خيرهم. طبعا بشكرهم وبشكر حضرتك. انا مع الحمله بتاعه الرجيم وضد السمنه والكلام ده كله، لازم ننقذ بجد الجيل الجديد، المياه الغازيه اللي بيروحوا يشتروها من غير ما الاهل يعرفوا، الحاجات المعلبات، الحاجات اللي عليها مواد حافظه، البطاطس المحمره، الكلام ده كله. فلازم ناخد بالنا ونخلي ده لايف ستايل. اكيد. تمام، ميرسي يا دكتور بجد شرفتيني ونورتيني. طبعا بشكر ضيفتي ودكتور إيمان المراكبي، الأستاذ طب المخ والأعصاب وطب النفسي بكلية طب جامعة عين شمس. كانت منوراني مشرفاني، نورتيني شرفتيني يا دكتور. وإلى لقاءات تانية إن شاء الله، بجد حديث مع حضرتك يعني ممتع، وأتمنى يعني نحن نكون أفادنا حضراتكم من خلال الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها لنا. وتحياتي، وفي نهاية الحلقة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة. على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم.